اليوم عيد وعيد اضحى مبارك والناس كلها فرحانه. نعم. يصير اكو مرات زعل بين الاب والابن، بين الاخ والاخ، بين الاخت والوالده، بين هذا. شو بتقول لهم بهاي المناسبه السعيده اللي هو عيد اضحى مبارك؟ الله يعني شملهم، الله لي يجيب الزعل. امين. يعني والله هو اتمنى انه يعني اي شخص زعلان، انت ما زعلان؟ لا لا الحمد لله، انا ما اخلي حد زعلان علي. الحمد لله. اي شخص كان زعلان على ابوه، على اخوه، على امه، على اخته، المفروض انه يكون يعني يراضيهم. خاصة هاي الاعياد يعني. اي انه هذا العيد، يعني هو هذا عيد يسموه عيد الله اكبر. المفروض الناس تروح تعيد، الناس تروح اللي مزعله يروح يصاحبه، اول شيء هي بها اجر له، وثاني شيء هاي المحبه. طبعا لا يعني حتى لو انا يعني هم يعني انا يعني مزعليني ابادر، يعني انا قصدي اللي زعل المفروض واللي اللي زعل انه يحس نفسه هو زعلان يبادر. شو المشكله؟ ما بيها هذا الصحيح، انه يبادر هو والمفروض يروح يراضي مين ما كان زعلان. الوالدة حد. الوالدة موجودة؟ الحمد لله. وشو داير بالك عليها؟ الحمد لله بعيوني. لا والله. والوالد؟ لا الوالد متوفى. ألف رحمة على روحه. كل ما تدير بالك على الوالدة الله يوفقك. أكيد. ولا تنسى أخوتك أخواتك إن شاء الله. هذا تواصل. هذا سر النجاح، هم الوالدين هم سر النجاح. طبعا. وبيهم تدخل الجنة وبيهم تدخل النار. الله، صلة الرحم موجودة. أكيد أكيد. كل عائلة، واليوم إحنا أهم شيء عندنا صلة الرحم، نتواصل بعلاقاتنا. نعم. تصير الامور توب التوب. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يعين علينا ينظر العباده. نعم. العباده مو بعدين الام والاب، من بعد الله سبحانه وتعالى مو. نعم. الرب الثاني الجنه، وخصوصا الجنه بعد اللي تحت قدام الامهات. دير بالك على الوالدين، هم بيهم الجنه. اي والله، وبيهم البركه وبيهم الخير. سلمنا على الوالده وقلنا قناه الايام طلعت لنا لقاء. الله يسلمك. الله يسلمك. برنامج ويا ابو حنيس، برنامجنا شو اسمه؟ ابو حنيس. ويا احبابنا، لا ابو خشم عوفك ويا احبابنا، حتى تشوف الامور وتشوف هذا بالتلفزيون. ان شاء الله. احنا خبينا من وقتك. بارك الله فيك.